السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ندرس موضوع المومنت على برنامج الجودو. خلينا نبدأ مثلا نرسم حاجة بالشكل دوت، تمام، وهنبدأ نحط مثلا واحد تاني جنبيه ونبدأ ندرس المومنت. لو حطينا شكل والشكل ده اتحرك، خليني أبدأ أرسم مثلا حاجة مكعب، هدوس مربع عن طريق شيفت وهاجي أقول له اعمل لي ده روتيت بزاوية 45 بالشكل دوت، وبعد كده هقول له موف لهنا وابدأ اخليه تعمل له سكيل بحيث ان هو يبقى على قده بالظبط. سكيل بالشكل دوت، وبعد كده هقول له اعمل له اد ونلغي الشكل دوت، وبعد كده الشكل ده هبدأ أكرره اهوت، وبعد كده هبدأ أرسم شكل بينهم. أعمل له موف طبعا، أنت ممكن تثبت الشكل ده لو أنت حابب، تمام، او ممكن تعمل له جلو من خلال ان انت تبدا تعمل سيلكت على العنصر ده والعنصر ده وتقول له ان انا عايز اعمل له جلو بحيث يبقى لازق في قلب الخلفية بتاعت الشكل. طيب هو يعني مادام الثبات مش هتعمله جلو، بس ممكن لو انت حددت شكل تاني وعايز تعمله جلو هتلاقي جلو كتبه باك جراوند. طيب خليني افعل الفورس بالشكل دوت، وممكن تقول له فعل لي الزاوية وهكذا المعلومات اللي انت عايزها. طيب انا هبدأ احط مثلا وزن بالشكل دوت، هنلاحظ ان الوزن اختلف، يعني لو انا جيت كده وعملت الدمو شوية هتلاقي هنا مثلا كان 6 وهنا 6 لما بدأت أحط الوزن دوت، فبدأوا يتوزع عليهم. طبعا بيختلف بحسب المكان بتاعهم، تمام، هنا بقى الوزن أكتر هنا بالشكل دوت. وانت تقدر تتحكم في القيم اللي هتظهر في سواء فورس فيلوسيتي بالشكل دوت وهكذا، تقدر تحرك ده مثلا من هنا لهنا.